النصراتي لعيب شباب الوزداد ان شاء الله منصب مهاجم مواليد 1994. في المسيره هي بديتها في بنغاز جديده كيف ما تقولوا انت من الاحياء نتاع المنطقه ترعرعت فيها وبعدها قضيت فتره في نادي النصر قضيت فتره ممكن 5 سنين أو 6 سنين في نادي النصر بعدها رحلت لنادي الهلال ثم اتيت نادي شباب الوزداد. كل اللاعب يحبوا انهم يلعبوا مهاجمين او وسط ميدان او الاطراف فالحمد لله بديت كمهاجم وبعدها لعبت كاطراف والحمد لله مشت الامور. كرة القدم ان تحب الجمهور وني يحب كرة القدم بزاف يعني وشفت يعني خشيت على الانترنت واليوتيوب وشفت انصار وشباب الوزداد وتفرجت شوي يعني. زرنا كم مكان هيك في العاصمة وشفنا المكان الشهيد ودورت شوية في العاصمة شفت الأنصار مرسومين على حائط البيوت هوني الأجواء كانت جميلة والملعب شفتها من عند المحيط البعيد هذا نتاع الملعب هوني ما شاء الله يعني كانت الحوار مع الوكيل عبد الرحمن العياشي والممثل عصام سمارة والمفاوضات استمرت وما كانش فيه تعطيل الحق وكانت أول تجربة أو احتراف لأنس المصراتي فقررت الانضمام لنادي شباب الوزداد. كانت عندي فكرة كي إنما كاينين واخذين البطولة ولعبوا ضد فريق النصر الليبي فتفرجت على المباراة شوية هكي والله هو الحق إن نادي الهلال نشكرهم إن ما قصروش معايا وكانوا إنهم يقولوا لي خليك معانا وكمل مسيره معانا وني فالحق انا اخترت الاحتراف وكاين نادي شباب بالوزداد فالحق ان قالوا لي ان شاء الله ربي يوفقك والنادي مفتوح في اي وقت ومتى ما ترجع ليبيا الهلال ينتظر الناس المصراتي. التقيت مع بعض الرياضيين والحق انما كلمه طيبه وقالوا لي ان شاء الله ربي يوفقك معانا وان شاء الله ان شاء الله نكون مندمج من اول موسم من اول مباراه يعني وان شاء الله نقدم الاضافه للنادي ولانصار شباب الوزداد ان شاء الله نقدم المسيره الكرويه الممتازه تليق بنادي شباب الوزداد وان شاء الله نحقق البطوله مره اخرى وان شاء الله نوصلوا للمجموعات ونتاهلوا لكاس ابطال افريقيا للنصف النهائي او النهائي ولما لا ناخذ البطوله ان شاء الله. طموحي ان من اول ما عرفت ان شباب الوزداد متحصل على لقبين على التوالي في البطوله المحليه ان شاء الله نحصلوا الثالثه على التوالي وان شاء الله نستمروا في نتاهلوا المباراه الجايه وان شاء الله نتاهلوا المجموعات وان شاء الله نقدموا شيء كبير يليق بشباب الوزداد. الشباب داروا مباراه ممتازه ما كانش الحظ والتوفيق في الشوط الاول لكن مع كلام اللعابة ودروا انهم يسجلوا الجول الاول وسجلوا الجول الثاني وتحصلنا على ورقة ترشح. شفتها في رياضيين الحق ان شباب الوزداد انهم عندهم اللاعب الجرينتا ووضع ليش تحصلوا على ورقة الترشح. فريق ممتاز يعرف يلعب كرة قدم جميلة بالتكتيك بلعب الجماعي. ان شاء الله ان شاء الله نقدموا الاضافه مع الزملاء الفريق ان شاء الله. الحق ان لقيت ترحيب كبير من انصار شباب الوزداد على التواصل الاجتماعي والحق كلهم يرحبوا بانس المصراتي وان شاء الله نكون عند حسن الثقه اللي لقوها في انس المصراتي وان شاء الله نقدم الاضافه في الملعب ان شاء الله. الانصار نرجو منهم المؤازره ان شاء الله والتشجيع طول المباراه وان شاء الله الفريق وانس المصراتي ما يخيبش الظن ان شاء الله.